السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حالكم إن شاء الله طيبين شباب؟ هذه اللعبة أتذكر أني نزلت عليها في السابق، ونزلت عليها فيديو يعني وكان يعني قصير ولم أواصل فيها لأنها يعني لم تكن مكتملة وفيها مشاكل، والآن يعني فعلوا لها تحديث أو العالم ماذا، انظروا كيف تغيرت فيها كثير من الأشياء. سوف أضع لكم رابط الفيديو الفارط في الوصف، ويعني سوف أفعل بها سلسلة في القناة إذا وجدت عليها يعني تفاعل. انظروا أيضا الماب اختلف، لم يكن هكذا، لأن أصبح يظهر لك كل إشارة يعني وما هي وما يعني كل مكان وماذا فيه من محتوى. يعني هنا الإعدادات، دعنا نذهب للإعدادات ونغير اللغة، هنا الفرنسية، لا أعلم هذه اللغة، دعنا نغير إلى العربية. تذكر أن العربية فيها أهبل شوي، يعني تكون مختلفة ليست مقلوبة، ولا أعلم كيف. دعنا نتجول هنا، انتظر، في السابق لما كنا راسب هنا يعني. دعنا نقرأ الآن، هي لم تتغير، لم يفعلوا ترجمة لهذا. بالطبع أنا أعرف الماب، لا أحتاج إلى خريطة ولا أحتاج إلى أي شيء، ولكن علينا أيضا أن نجرب. هو أيضا يضع لي علامة إلى أين علي أن أذهب. دعنا نتبع العلامة التي يضعها لي في اللعبة، العلامة التي يضعها لي في اللعبة. دعنا نرفع الصوت قليلا. أجل، هذا هو البيت. أي، ولكن لا يضع لي علامة على البيت. ها هو البيت كما ترون. يعني هذا نفس بداية المرة الأخرى، ودعنا أعتقد أنني فعلتها بالخطأ تلك العلامة. هذا الآن منزلي، أستطيع أن أفعل فيه أي شيء. تعلمت أيضا أنا كيف أفعل كل شيء. دعنا ننزل العجلات، هي تنزل هنا مثل البريد أو لا أعلم ماذا. دعنا نركب عجلات السيارة. ركب يا شنب، أسرع 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 أسرع. أعتقد أنه ليس هناك زر يسرع اللعبة، ولو كانت هكذا سوف أسرع في اللعبة. وتذكر أيضا أن الماب، لأنني لعبتها كثيرا شباب ولكن لم أنزل عنها، أيضا لا تقولون هكذا لأنها يعني تحديث الذي لعبتها أنا تلك القديمة، ليس بالتحديث. أردت أن أنزل عليها شباب ولكن لم تكن بها محتوى يعني جيد للتنزيل، لأن بها تحديث ولا أعلم يعني ما المحتوى الذي سوف يكون، يعني سوف تكون جيدة أم لا. كل هذه الأشياء سوف نكتشفها معا يعني. الآن ما هي المشاكل المتبقية؟ بنزين، ليس لدينا بنزين. أوه شباب، فيها الراديو، السيارة أصبح فيها أغاني، يعني تستطيع أن تشغل أغاني إلى آخره. دعنا ندخل وننظر ماذا تغير في البيت. هنا السرير الكلبي كما هو. دعنا نضع هذه الأشياء هنا لكي لا يعني لا تختفي كل هذه الأشياء، يعني عندما نموت في مكان بعيد مثال نستطيع أن نعود، ولكن يعني في بداية اللعبة. وكما ترون يعني لدينا 1250، لا أعلم العملة هذه.
هذه التي متواجدة في اللعبة ماذا تسمى؟ ما هو اسمها أو ماذا نوعها؟ بها حرف إم بالفرنسي. دعنا نفتح الأبواب، نريد أن نرى الضوء. شباب، أتذكر أنه كانت المساحة، مساحة البيت كانت أصغر من هذا. بيع العقار، يعني بما أنه مكتوب لنا بيع العقار يعني أنه عقار ملكنا، نستطيع أن نبيعه ونستطيع أن نفعل فيه ما نريد. يعني دعنا نضع بنزين في السيارة. سوف نضعه كله شباب، نضعه كله ونتحرك على محطة البنزين لكي نعبئها فل، ويعني ننفخ عجلات السيارة. دعنا ننظر في الماب أين هي محطة البنزين. أجل، علينا أن نسرع شباب. اكتبوا لي أنتم في التعليقات إذا تريدون حلقة يعني اكتشاف الماب، كيف كان وكيف أصبح. شباب، والله أني أرى أشياء متغيرة كثيرا، والله لم تكن هكذا شباب. تخيلوا شباب، لو نصبح نستطيع أن نفعل حفل هنا، مكان حفل أعتقد. دعنا ننزل من السيارة ونرى هل نستطيع أن نضرب الناس الآن أو لا. كنا لا نستطيع ضرب الناس، لا نستطيع. ها هو السكين، أعتقد أننا نستطيع. دعنا نجرب مع هذا الرجل، علينا أن نجرب بك. لا يعني لا تقلق، لن يضرك شيء، ولكن سوف نجرب فقط. لا نستطيع قتل الناس. ليس هذا الأمر المهم في كل الأمور، في كل الحالات. يعني نستطيع أن نجمع المال بمفردنا، يعني لا نستحق أن. يلو، كانت محطة البنزين كانت من هنا شباب. غيروا مكان محطة البنزين. والله شباب، أنها تغيرت حتى يعني أعتقد بأنها حتى القصة تغيرت. لا أريد معلومات، أن أفتح المعلومات، لأنها يعني اللغة العربية في هذه اللعبة بالمقلوب، يعني ليست يو. ملأنا البنزين، ملأنا البنزين. دعنا نقفل السيارة ندخل أعتقد هذا محل. شيت شباب، لا نستطيع، بسم الله، لا نستطيع أن نفتح المحل مع الأسف. ما هذا؟ لا أعلم، لا أرى شيئا من هنا. هذا غاز أو لا أعلم، دعنا نجرب. لا يوجد شيء هنا. من هنا نفخ العجلات، أعتقد أنها نفخ العجلات. هذا محل السيارات شباب، سوف أفعل حلقة يعني نشتري سيارة أحسن من هذه. لا أريد أن أشتغل الصراحة، لا أريد أن أشتغل بهذه السيارة الكلبية، لا نريد أن نفعل بدايات عادية، أريد أن أفعل بدايات خارقة.
يعني وتكون بداية ناجحة أكثر من يعني بداية كثير من الناس الذين يعني يتابعون قوانين اللعبة ويبدأون بهذه السيارة البسيطة. لا أريد صراحة شباب، صحيح أنني ملأت لها بنزين، ولكن كي آتي إلى هنا ويعني أتجول في الماب. كان هذا كل شيء لفيديو اليوم شباب، لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتكتبوا لي في التعليقات رأيكم، هل نواصل في هذه اللعبة أو يعني لا سيئة لا نواصل بها. نصائحكم للفيديو القادم ويعني تعليقكم على المحتوى وكل شيء. مع السلامة وإلى اللقاء في الفيديو القادم شباب، اكتبوا لي أنتم في التعليقات ماذا تريدون فكرة الفيديو القادم في هذه اللعبة، أو إذا تريدون أن ألعب لعبة أخرى اكتبوا لي اسمها في التعليقات. مع السلامة وإلى اللقاء في الفيديو القادم. وأيضا رابط الفيديو الجزء الأول، لا أعلم شباب هل أضع اسمها عنوان هذا الفيديو الجزء الأول لأنها بالتحديث، أو الجزء الثاني ولكن بعد التحديث، لأننا يعني كما قلت لكم فعلنا عنها فيديو، فعلت أنا عنها فيديو في السابق، ويعني كان ذلك الجزء الأول. سوف أضع لكم رابط في الوصف. مع السلامة وإلى اللقاء في الفيديو القادم.